الاغنيه اللي لحنتها وقتها لوليد توفيق كان وجه خير عليك. خير و خلتني توقف على اجريك ماديا. كان بفوت وليد توفيق وشفيق المغربي الله يرحمه. وصل شفيق قال لي استاذ وليد توفيق. قلت انا اجيت والله جايبها رزقة معي 7 ليرات بجيبتي صوري. قال لي شفيق شو ناخذ من الاستاذ وليد؟ قلت له 500 ليرة. كانت تحكي كثير وقتها. كان اغلى لحن بسوريا ب 250 ليرة. في برنامج نصيب بسوريا غنى بالبرنامج وانشهرت الاغنية وقال انه من الالحانة ولعت الدنيا الحمد لله. ألف تحية لروح أبو مجد والله يطول بعمرك.